السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت زفت AI فيه كمية كبيرة جدا من المودلز، فهنشوف واحد فيهم مثلا عشوائيا. انا قلت له عايز اشوف حاجة كده اركتكتشر، فقال لي اركتكتشر اكستيريور، عجبني شكل الثعبان دوت. طيب ممكن ندوس عليه يبدأ يفتح معانا. تقدر تعمله داونلود وتسطبه عندك على الجهاز عادي، يدوب تتسطب ستيبل ديفيجن. كنا شرحنا ستيبل ديفيجن ده في فيديو سابق فهحطه لكم، او ممكن تقول له انا عايز اعمل ران موديل وده التايب بتاعك، الستيتس ابلودد، كل المعلومات اللي انت عايزها عن الموديل ده. طيب ممكن اقول له ران موديل، فبيبدا يجيب لي الموقع اللي انت ممكن تشغله من خلالها. موقع مثلا زي crt.ai قدرا كده انا فاتحه معايا اهوت. ران ديفيجن، ران ديفيجن ده بتاجر منه مكان تقدر ان انت تشغل بيه الموديل بتاعك. طيب خلينا نقول له عايز اشغله على CRT. ففتحوا لي بالشكل دوت. ده اكسبلور للنتيجة اللي موجودة، تقدر تعمل له داونلود لو انت حابب. فهقول له ان انا عايز دوت. تمام، ده هنا الموديل. هنا عندي اللورا. اللورا دي تقدر تقول بتضيف جزء معين، لكن كل موديل بيبقى ليه عدد معين من اللورا تشتغل عليه، ما تشتغلش حاجات تانية. فخلينا نيجي هنا وقول له مثلا انا عايز بيلدينج. تمام، انت بتديكوا اكتر طبعا ان انت تكتب صفات اكتر للمبنى، لكن خليني اطلب منه بس بيلدينج. يبقى الموديل ده الحاجة الأساسية الكبيرة، ولورا ده موديل بيبقى يكون صغير لكن بيخصص لك النتيجة. ده جاب له الموديل، هو بياخد من الموديل اللي اتدرب عليه. سهل جدا ان انت تدرب موديل على الشغل بتاعك، ان انت الفكرة بتديله كمية كبيرة جدا من الصور، فهو ياخد الطابع العام ويبدأ ان هو يشتغل بيها. يعني ممكن تديله صور كتيرة مثلا للمباني عند قدماء المصريين فهو يبدأ ياخدها. خليني مثلا اقول له مثلا مودرن بيلدينج. طيب عندي هنا حاجه اسمها ايمج تو ايمج، يعني هديله صوره واقول له عدل فيها فيبدا يعدل فيها. كنترول نت بديله حركه معينه، مثلا شخص واقف او مربع او ويمشي على نفس الحاجه. ممكن اديله شكل معين مثلا حركه من الحركات ويبدا ان هو يتبعها. دي فكره الكنترول نت، بحيث ان هو يديك حاجة مخصصة. تمام، وتلاقي عندك انيميت لو انت عايز حركة، عندك فيس سويب بتقدر تقلب الصور، عندك انسكيل، عندك كاركتر ريبار لو انت عندك صورة فيها مشكلة يبدأ ان هو يحسن لها لك. فدي من ضمن الحاجات اللي تقدر انت تعملها. طبعا ده مش الموقع ده بس، كل دي مواقع تقدر تقول له ران يبدأ ان هو يفتح لك الموقع وتبدأ ان انت تشتغل عليه. ريفيوز مثلا، يبقى هنا بتلاقي الموديل ويبدا بقى ناس كتير تاخد الموديل ده وتنزله عندها على الموقع بتاعها وتشتغل بيه. فهو بالشكل دوت هو حدد الموديل اللي هيشتغل عليه. تمام، ويقدر بقى تكتب البرومت ويبدا ان هو يعمل لك الصور اللي انت عايزها. ففي مزايا كتير جدا ان انت بقى تشتغل بالنماذج اللي موجوده هنا، لان انت تقدر تخصصها وتقدر ان انت تحصل على اللي انت عايزه. يعني ممكن تقول له انا عايز البيلدينج بس، فيتفادى لك اي حاجه تانية غير البيلدينج. دي كلها كام موديل للبيلدينج؟ 709 موديل جاهزين للبيلدينج، حاجه زي كده حاجه زي كده. تمام، الراجل اسمه هونج، ده شكله هوانج دوت، مهتم جدا بالمباني، فده نعمل له متابعه على طول. هنا مثلا اهو تبدا تشوف الموديل دوت، تقدر انت تسطب عندك على الجهاز. اشكال كتيره جدا جاهزه. تمام، ده الصور اللي طلعت منه واللي اتدرب عليها، وتقدر تقول له ران. فلما تقول له ران يبدا يجيب لك المواقع اللي خدت الموديل ده وتشغله بيه. جيت ايمج دوت اي اي، عندنا 88 ستاكس، راندوم سيد، سي ارت دوت اي اي،
طيب هي عندنا هنا الثلاثة دول هم دول اللي شغالين معايا دلوقتي. تمام، دروسينج ده بيشتغل على اي او اس والماك، ريفيوج تمام اهوت، وممكن تقول له اوتوماتيك دبل وان دبل وان، ده اللي انا مسطبه عندي على الجهاز، فممكن ان انا انزل الموديل ده لو انا محتاجه وابدا ان انا اشتغل بيه. هسيب لكم الفيديوهات اللي احنا شرحنا فيها الطريقه بحيث ان انت تقدر ان انت تحملها عادي وتشتغل بيها عادي، يبقى عندك نسخه من الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر وتقدر ان انت تشغل عدد لا محدود من المرات على الجهاز.